انا قدام مني طبق غني جدا، يعني طاجن الرز ده غني جدا، في حاجات يعني بصراحة حلوة. عندي انواع جبن، اربع انواع جبن، جبنة موزاريلا، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة بارميزان. زي ما بقول لكم هو الاول والاخر انا ببص على التلاجات اللي عندي، عشان احنا كل سنة طيبين داخلين على عيد، عايز اسيب التلاجات بتاعتي، لان احنا بنجري طبعا قبل رمضان بشهر وجاري على ايه، واخدينها مقايسه من السوبر ماركت للبيت ومن البيت للسوبر ماركت، وعب وشحن عب وشحن كاننا مثلا ايه في اخر مثلا مطاف. اه بالظبط كده، اه انا فهمت غلط معلش. بعد كده حضراتكم نحط ونملى في التلاجات، وفي الاخر نبقى محتارين نعمل فيهم ايه. انا بقى بحل لكم المشكله، جمعنا الخضار وعملنا بيه تورلي مع حته لحمه، وكده هجمع الجبن اللي عندي والبقوليات، حبه فول مثلا اخضر بيتين عندي في الفريزر، شويه بسله في الفريزر، شويه جزر، كل دوت يعني حبه بطاطس فاضو عندي كده شغالين. المهم الطاجن ده هيكون جميل جدا جدا جدا. يعني انا شخصيا لو هعمله مش لازم احط له لحمه، بس للاسف الشديد المخرج بتاعي نباتي بيقول لي ما كانش في الاكل بروتين هشيلك الطين. طب انا عايز اعرف انت نباتي ازاي او لازم تاكل يعني بروتين؟ بيقول لي انا كده فرانكو وراب. حاضر. حبهان ورق لورا. الطاجن في الفرن بيزغرط. طيب انا عندي شويه توم هنا اهم نفركهم. الرز بتاعي استوى اهو، يبقى تلات تربع سوا، انا عايزه تلات تربع سوا كده، حبة ملح وفلفل. وكده عندي بعمل البشاميل. الايه البشاميل؟ حطينا هنا حضراتكم زبده قد الدقيق، زبده قد الدقيق، وادي مكعب مرق اهو، وادي لبن، عايز اتحركم فيه كده يعني احسسكم ان انا بعرف اطبخ. والقصه المشروخه دي كده شويه زيت، شويه بقسماط،